هذا الرقيب والعتيد ما نقدرش باللسان هذا نصرح ولا نجرح الناس ولا نصرح واش نحب ولا حتى من بعد انا نقول لك تصريحات وين نشوف انا وين نعمل انا فيتيار يشوه الفيتيار وياخذ الى امور اخرى. الناخب الوطني يعمل ايضا تصريح يشوه التصريح ويسوق الى امور اخرى للتشويه. انا نظن هذا ما حش يخدم البلد. مرة أخرى نغتنم الفرصة عن طريق منبركم الكريم وللتعقل والعقل، بما أن البلد تبنى وتبنى باش تبنى بالفعل الصادق.